ترقبوا في الساعة 7:30 مساء البث المباشر، المهرجان الثالث، الحسين علم تقوى وسطية أخلاق، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام، وتحت شعار عاشوراء قرآن تربية أخلاق عزاء. وسيتضمن المهرجان تلاوة القرآن وإلقاء القصائد الحسينية الرسالية، وسيلقي عدد من الخطباء محاضرات وعظ وأرشاد ونعي مصاب واقعة الطف. وسيتضمن أيضا إلقاء بحوث حوارية في سلاسل بحوث السيد الأستاذ بمشاركة نخبة من الباحثين والقراء والرواديد والذاكرين من الشباب والأشبال. ذي قار، الأحد 15 من محرم الحرام عام 1441 للهجرة. لمشاهدة البث المباشر على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.